غادي نشرحوا منصة استثمارية الشباب، ماشي نصيحة استثمارية. ايميل مود باس، عاود مود باس ديالك، تيليجرام، واتساب، كود الريفيلر. الناس اللي بغاو يتسجلوا برقم الهاتف نص الديكور غيجيو يديروا كود اللي هو رمز الدولة ديالك الاخوة، حنا المغرب 212، وغادير داكشي. انا عندي حساب في الموقع نديرو واجهة الموقع اللي هي هادي. الموقع تعطينا $40 ديبوزيت، اللي هي مينيمو ديبوزيت اللي هي $10، اللي هو في اي رقم واحد يدير $50 كتورني منو 2.5. الواجهة الموقع اللي هي هنا عندنا اللغة، خليها لونجلي من الاحسن. عندنا ديبوزيت ودراو، داونلود ابليكاسيون، كومباني بروفيل. هنا معلومات على الموقع، هذاك الشيء اللي خاصك تعرفوا على الموقع. تدخل هنا كلشي راه باين، تشوف غير في اي بيات وشحال مينيمو تودراوي وصافي. حنا عندنا في اي بي رقم واحد، كاين في اي بيات اللي هي من واحد تنظم الى حتى العشرة، تنظم نهبطو لتحت حتى لتسعود. في اي بي واحد كتورني 2.5، في اي بي جوج كتورني 8. كيخصك ديبوزي اللي هي $30، تودراوي في كل نهار $8. المهم الشباب، الناس اللي باغا دير ديبوزي تقرا الموقع ودخل، وماشي نصيحة، تنصح حتى واحد انه يدخل يدير ديبوزي في اي موقع. اول حاجة غادي نديروها الشباب، غنمشيو لديبوزي، كوبيو ادريس، نجيو لهنا سند باسيو نيكست، وهنا غادي نديرو اللي هي $10 دول وتصيفطها عادي. من بعد غادي نجيو نديرو روشارج كومبليت. ديزاين اللي قادو به هذا الموقع زوين، داكشي ديال اللي تندو. غادي نجيو غادي نبركو على في اي بيات، دوزو لي تاسك اللي عندنا. عجبني انا الديزاين هذا. دابا غادي نمشيو للويدراو، والدراو عندنا 2.5، نمشيو نجيبو الادريس ديالنا. جوج بوان خمسة، وهنا نحطو الوالت، هنا الباسورد، كونفيرم. والدراوة هي دازت، نتسناو على ما توصلنا الموقع. يلاه تحط الدراري دابا بشي 40 دقيقة تقريبا. والدراوة هي وصلات، هي 2.5 الشباب كما كتشوفوها عندنا هنايا. هنا هي نوتيفيكاسيون ديال الممبر اللي تيديرو ديبوزيت ولا ويدرا ولا شي لعيبه هنايا في الموقع. هنا لي تاسك اللي باقي ما دايزينش، لي تاسك اللي دوزنا. عندنا التيم ديالنا اللي هي غادي تكوبي الكود ولا الليان. عندنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 والديتاي ديال كل وحده، والروشارج التيم ديالك شنو دارت في الروشارج. خلاص هنا ميساج ديال ويدرا، وهنا سيبور تيليجرام واتساب ولا الجروب، تدخل عندهم من الجروب. في اي بي تدور حنا شرحناهم من 1 حتى 10. هنا البالانس ديالنا انفيست، عندنا فينونس ريكورد، في ديبوزيت، وفي الويدراو الاخوان. انفيست من ريكورد، ترانسفير من الاكونت الرئيسي للاكونت الباسيك، ودي في باسورد ديال الدخله وديال الويدراو. المهم الدراري هادشي اللي كاين في هاد الشرح هذا، تلقاو في فيديو، تهلاو.